بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الضحايا وتحت الباب 13 الذي عنون له بقوله: باب في ذبائح أهل الكتاب. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الحديث أيها الإخوة في بيان ما يحل ويحرم من الذبائح، وهذا الحديث فيه بيان لحرمة الذبائح التي تموت حتف أنفها بمرض أو سقوط أو غيره قبل أن تذبح، حتى ولو كانت من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي التي يحل أكلها، ولا يحل أكلها إلا بالذبح. وهؤلاء اليهود شأنهم الاستسلام للشيطان، وهم أعوانه في كل زمان ومكان، وقد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجادلونه بالباطل، وهذا مما يزينه الشيطان لهم، كما قال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لماذا من أطاعهم أصبح مشركا؟ لأن الطاعة فيما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى عبادة، فمن أطاع غير الله معه فيما لا يجوز إلا لله ومال إليه واستمع إليه أشرك شرك الطاعة فهو مشرك. وإن أطعتموهم، يعني فيما يقولون لكم وفيما يوسوسون به إليكم، فإنكم مشركون، أشركتم مع الله. الأمر والنهي لله سبحانه وتعالى، والطاعة له سبحانه وتعالى، فهي عبادة. وهذا من أجل أنواع العبادة، الطاعة في عبادة الله سبحانه وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يدخل معه فيها غيره. وقد جاء هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجادلونه، يقولون: هذه الذبائح التي نذبحها حلال، والذبائح التي يذبحها الله ينسبون هذا القتل، أنها قتلت بمرض أو حتف أنفها، أن هذا من الله، فالله يقولون هو الذي ذبحها، فكيف يحل لنا أن نأكل ذبائحنا ولا يحل لنا أن نأكل ما ذبحه الله سبحانه وتعالى كما زعموا؟
فالله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية يبين فيها ما يحل وما يحرم ولماذا حرمت هذه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فلا تستسلموا، لا تستسلموا لإغواء الشيطان ولا لأعوانه، لأنهم يجادلون، وهذا شأن الشياطين وأعوانهم في كل زمان ومكان، يأتون للمسلمات المقررة في دين الله ويأتون للأمور الثابتة التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيشككون الناس فيها، وقد يغتر بهم بعض من لا علم له أو من لا عقل له فيتبعونهم. فهؤلاء يجب الحذر منهم، لأنهم يأتون بلباس لا يستنكره كثير من الناس، يأتون في ثوب الناصح، يأتون في ثوب الباحث عن الحق، وهم أبعد الناس عنه. ونرى هذا كثيرا في حياتنا الاجتماعية وفيما يثار من الشبه والشكوك، ترى كثيرا يشككون في قضية الحجاب وفي مسألة ستر العورات وغيرها، ويأتون بحجج واهية لا تبلغ أن تكون مساوية لما حكم الله سبحانه وتعالى به وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن شأنهم هم أن يسعوا في الإغواء، وهذه هي المسألة التي انتدب الشيطان لها نفسه. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. السعي في الإغواء والإفساد. لكن إذا وقع الإنسان في الغواية، إذا ضل تخلى عنه الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر الإنسان وقع في هذا المحذور، قال إني بريء منك، تخلى عنه. هو ينتهي دوره عند الإيقاع بأمثال هؤلاء في شراكه، فإذا وقعوا تخلى عنهم وذهب يبحث عن غيرهم. فلذلك هذا الحديث يبين أن التي أحلها الله سبحانه وتعالى هي التي ذبحت بالطريقة الشرعية، وهي التي ذكر اسم الله عليها، ذكر اسم الله عليها. وهذا كما قلنا في الدرس الماضي، التسمية على الذبيحة يعني ذكر اسم الله عليها، هذا هو الأصل. لكن لو عزب في بعض الأحيان بأن نسي الإنسان المسلم التسمية، فإن التسمية تستصحب، يعني كأنها موجودة اعتبارا بحال الذابح وبحال الدار التي هو فيها، فكأنها موجودة. لكن عند الأكل أو عند التذكر يسمي عليها. أما التي ذبحها من لا تحل ذبيحته من أصناف الكفار المجوس الوثنيين وغيرهم، فهذه لا تؤكل بحال من الإحوال حتى ولو ذكوها. وذبائح أهل الكتاب، الله سبحانه وتعالى عندما أنزل في كتابه الكريم كما قلنا في الدرس الماضي حل ذبائحهم، كذا هذا من باب تألف قلوبهم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما عملكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر الآية. فهؤلاء أحل الله سبحانه وتعالى لنا ذبائحهم استثناء من أصناف الكفار، مع أنهم قد يذكرون عليها اسم المسيح أو اسم غير الله أو لا يسمون بالكلية. هذه نسمي عليها إذا ذبحت بالطريقة المعهودة أو لم نعلم الطريقة التي ذبحت بها. لكن إذا كنا نتيقن أنهم لا يذبحون وأنهم يخنقونها أو يقتلونها بطريقة غير شرعية،
لا تجوز في ديننا فإننا لا نأكلها، إنما نأكل ما جهل حاله فإنه يحمل على الأصل، لأن الأصل في أهل الكتاب أنهم يذبحون، لكن إذا تبين لنا وعلمنا يقينا أنهم لا يذبحون ثم بعد ذلك يأتوننا بطعامهم فإننا لا نأكله، لأنه لم يذكر اسم الله عليه وذبح بطريقة غير شرعية ويكون من الميتة ونحوها، هذا لا يؤكل في ديننا. لكن من باب تألف قلوبهم إذا جهلنا حال الطعام هذا أو ذبحوه حتى ولو ذكروا عليه اسم غير الله فإننا نسمي نذكر اسم الله عليه فيحله الله سبحانه وتعالى لنا بهذه التسمية. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. نعم، هذا في معنى الحديث المتقدم، وهذا من المجادلة التي يجادل بها أعداء الله بغير حق، قصد صرف المسلمين عن دينهم وقصد التشكيك فيما أنزله الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود غندر أوقفه على ابن عباس. قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر. هذا الحديث يتعلق بحكم الأكل من هذه الأنواع من الذبائح. معاقرة الأعراب هذه مفاعلة يعني مشاركة، كانوا يتشاركون في المفاخرة في الكرم وفي القدرة على الضيافة وفي القدرة المالية، يتفاخرون بذلك لا بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا بقصد الأكل للحاجة أو إكرام الضيف، وإنما بقصد إظهار التفوق في القدرة المالية والكرم، فيأتي اثنان يتباريان في هذا الأمر، هذا يذبح وهذا يذبح حتى يكون الفائز أحدهما، حتى يكون الفائز أحدهما، بمعنى أنها تفنى أن يفنى ما بيد الآخر وهذا هو الذي يبقى، يذبح 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 حتى يتفوق على خصمه بأنه هو الذي بقي عنده القدرة وعنده الاستطاعة أنه يذبح وأنه يستمر، فلديه قدرة مالية ولديه استطاعة ولديه كرم مزعوم كما يقال. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل من هذه الذبائح حتى ولو ذبحت الذبح الشرعي المعهود، لأن القصد منها قصد فاسد لا تقره الشريعة، هو الفخر والخيلاء والتباهي لا بقصد إكرام الضيف ولا بقصد إطعام الجائع ولا بقصد إغاثة الملهوف، وإنما بقصد إظهار التفوق وإظهار القدرة. فلذلك نهى، هذا كان شائعا بين العرب في الوقت الذي كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الأعراب الذين يعيشون في البادية بشكل أخص، لأنهم كانوا يجعلونه سبيلا إلى إظهار القدرة وإلى بيان المكانة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل من هذه الذبائح. بعض العلماء يقول إن كل ما ذبح بهذا القصد قصد به التفاخر والتباهي إنه لا يجوز أكله حتى ولو لم يكن من الأعراب، حتى ولو لم يكن من باب التباهي للظهور على المنافس، إذا كان الإنسان يذبح ويطعم بقصد التباهي والتفاخر والقدرة
فهذا قالوا لا يؤكل طعامه، لا تؤكل هذه الذبائح، هذا اجتهاد على كل حال. هذا الحديث يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بسند متصل، ابن عباس يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المصنف رحمه الله ذكر أن هذا الحديث، أن طريق هذا الحديث موقوف على ابن عباس. ما معنى كونه موقوفا على ابن عباس؟ الموقوف هو الذي لم يذكر فيه الصحابي الراوي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يذكر الحكم، يقول إن معاقرة الأعراب لا تؤكل لا تجوز، بدون أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية اللفظ. لكن العلماء رحمهم الله، علماء الحديث، قالوا إن بعض الموقوفات لها حكم الرفع، هذا المرفوع الحكمي، كيف؟ يعني حكمه حكم الرفع. ابن عباس وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة وابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، عالم فقيه الأمة ابن عباس، عندما يقول مثل هذا الكلام من أين له؟ هل يتصور أن ابن عباس يأتي به من عند نفسه؟ لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال به. فلذلك يقول العلماء ما لا يمكن أن يكون من باب الاجتهاد حكمه حكم الرفع. فلذلك هذا الحديث سواء قلنا إنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند متصل رواه ابن عباس ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان موقوفاً على النبي على ابن عباس، فهو في حكم الرفع، يعني هذا الحديث صالح للاحتجاج به حتى لو كان موقوفاً على ابن عباس، للسبب الذي ذكرناه أن مثل هذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد، هذه لا تدرك بالاجتهاد فحكمها حكم الرفع. نعم. باب في الذبيحة بالمروة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو أعجل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، وما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. نعم. هذا حديث فيه أحكام كثيرة، وكلها تتعلق، أكثرها يتعلق بأحكام الذبح. هذا الصحابي رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما هم مقبلون عليه في الغد، عندهم قتال مع العدو، يقول ليس معنا مدى، ما معهم سكاكين يذبحون بها، فماذا يصنعون؟ المرء كما ورد في الترجمة، المرء هو حجارة بيضاء، حجارة بيضاء معروفة، وهذه الحجارة إذا كسرت
تبدو لها أطراف حادة يمكن أن تقطع، يمكن أن تقطع، فهل تكفي هذه القطع المكسورة من المرو إذا كانت حادة، أو شق العصا؟ العصا عندما تكون من العود ويكون هذا العود يابسا صلبا فيكسر، تبدو بعض أطرافه حادة يمكن أن تنحر، يمكن أن تقطع، فيقول هل نذبح بهذه؟ ليس عندنا سكاكين نستخدمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أرن وأعجل، يعني إذا ذبحت بهذه فاستعجل، لا تتأنى حتى تموت الذبيحة، اعجل واقطع بها حتى يخرج الدم، ما أنهر الدم فكل. كل شيء يسيل الدم ويقطع الأوداج هذه العروق فهو حلال، يجعل الذبيحة حلال. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من هذه الأشياء التي يقطع بها السن والظفر، قال هذه لا يجوز الذبح بها مع أنها حادة، السن حاد والظفر حاد أيضا، يمكن أن يغور وأن يكون له مور في بدن البهيمة، فهل يذبح بها؟ قال النبي عليه السلام نهى عن السن والظفر. قال أما السن الظفر فمد الحبشة، يعني الحبشة يقطعون بها في ذلك الزمان. العلماء حمل كثير منهم هذا الحديث على ظاهره، يعني أنه لا يجوز الذبح بالسن بالآلة المأخوذة من السن أو المأخوذة من الظفر، سواء أكانت هذه الآلة منفصلة أو متصلة بالبدن. يعني كيف المتصلة بالبدن؟ السن الآن في فم صاحبه والظفر في أصبع صاحبه قبل أن يقطع، إذا قطع فرقوا بينه وبين ما يكون متصلا بالبدن، قالوا ما كان متصلا بالبدن لا يجوز الذبح به. يعني إنسان عنده أسنان حادة، فهل له أن يمسك بالذبيحة ويعضها عضة قوية حتى يقطع عنقها وأوداجها؟ أو إذا كان عنده ظفر قوي هل له أن يمور به في الذبيحة حتى يقطع؟ قالوا هذا هو الذي يحمل عليه الحديث. لكن إذا كانت خارجة مقطوعة فحكم السن وحكم الظفر كبقية الأشياء التي يقطع بها، لكن الظاهر عند كثير من العلماء أنه حتى ولو كانت مفصولة. ما هي الحكمة في النهي عن الذبح بالسن والظفر؟ لم يوجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا تعليل واضح يبين لماذا نهى عن الذبح بالسن والذبح بالظفر، مع أنها حادة لكنه نهى عنها. فبعض العلماء يقول إن السن هذا لا يذبح به إلا الوحوش، الوحوش هي التي تفترس بأنيابها بأسنانها، هذه تفترس بأنيابها، وكذلك التي لها المخالب التي تصيد بها كطيور الباز والصقور والنسور وغيرها، هذه تصيد بمخالبها لها أظفار، فكأن ربما قد يكون من الحكمة التي لا نقطع بها أن هذه فيها تشبه بهذه الحيوانات والطيور المفترسة. المهم أن هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وشأن المسلم الوقوف عند حدود الشرع وعند أحكام الله سبحانه وتعالى، إذا ظهرت له الحكمة فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تظهر له الحكمة فلا يترك العمل، يعمل ويكل الأمر لله، مع أن كل حكم من الله سبحانه وتعالى له حكمة،
لكن هذه الحكمة قد تخفى على عقولنا، وقد يكون إخفاؤها عنا من باب اختبار إيماننا واختبار طاعتنا، هل نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى أو لا نستجيب، كما قال الله سبحانه وتعالى في بداية سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذه الآيات المحكمات كل ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به موجود فيها، مذكور فيها، وأخر متشابهات. فما هو حال الإنسان المسلم؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. المؤمنون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. فلذلك إخفاء الحكمة عنا حكمة، حكمة في بعض الأحيان خفاء الحكمة من الحكمة حتى يتبين صبرنا وإيماننا وطاعتنا لله سبحانه وتعالى. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح بالسن والظفر، فنحن ننتهي عن ذلك ولا نتجاوز هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما كان مع أصحابه في هذا اليوم الموعود، يوم المعركة، استعجل بعض الناس فذبحوا وقاموا يطبخون، أخذوا من الغنائم وقاموا يطبخونها، وهذه الغنائم لا تحل إلا بالقسمة لأنها مملوكة لجميع المجاهدين، ولله سبحانه وتعالى ولرسوله فيها نصيب، فالذي يعتدي عليها حتى وإن أخذها وذبحها هذا اعتداء على ما لا يحل له. فاستعجلوا كما جاء في الحديث، عجل بعض الناس فذبحوا، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام والقدور تفور، فأمر بإكفائها، أمر بإكفائها يعني إتلافها، في بعض الروايات أنه وضعها في التراب، يعني قلبها في التراب حتى تفسد، حتى لا يأكل منها أحد. لماذا؟ مع أن هذه مال، هذه مال، ولا يجوز التسريف الإسراف والتبذير في المال، لكن هذه عقوبة، هذه عقوبة حتى لا يسرع آخرون إلى مثل هذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل زجرا لهم عن أن يسرعوا إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى. ثم قسم النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، والغنائم كان فيها غنم وكان فيها إبل جمال والجمل كبير، وربما يرغب فيه بعض الناس أو كثير من الناس لأن فيه فوائد عديدة، قد يحمل عليه ويركب وقد يذبح ينحر فيؤكل لحمه، لكن الصغار المواشي هذه الغنم ونحوها هذه تصلح للدر وللذبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام عدل البعير بعشر شياه في القسمة، يعني الإبل الموجودة ما كانت تسعهم، ما كانت تكفي لهم جميعا، لكنه بعض من لم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من إعطائه بعيرا أعطاه عشر شياه، عشر شياه ليست مذبوحة، حية، مقابل البعير. وهذا اجتهاد من يعني من الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو في ذلك يتبع الوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد. لكن ما الفرق بين اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام واجتهاد غيره من الناس؟ الاجتهاد هو تقدير واعتماد على الفهم، لكن الذي يجتهد من الناس يتبع غلبة الظن وقد يخطئ. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه معصوم، ولو حصل في اجتهاده ما يخالف الوحي لنبهه الوحي عليه ولا بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتهاده معصوم عن الخطأ
بعصمة الله سبحانه وتعالى له. فهو عندما أكفأ هذه القدور كان هذا من باب زجر الناس عن أن يفعلوا ذلك، وعندما عدل البعير بعشر من الضأن هذا أيضا كان باجتهاد منه، وصوبه الوحي بالسكوت عن الإنكار عليه. في هذه الأثناء كما في الحديث ند بعير، بعير من هذه التي قسمها النبي عليه الصلاة، شرد هرب، ومعنى كونه ند أنه توحش وهرب، لا يستطيع أحد أن يمسك به، وما عندهم خيل يلحقون به حتى يمسكونه أو يردونه. فاجتهد أحد الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ سهما من كنانته فرماه به فأثبته، حبسه هنا، هل أصابه في مكان أعجزه عن الحركة والسير؟ وارد هذا، لكن في بعض الروايات أنه قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين حله لأصحابه وقال إن لهذه البهائم، هذه البهائم الأصل فيها أنها أليفة تعيش مع الناس ويستفيدون منها ويقتربون منها، قال إن لهذه البهائم أوابد، يعني متوحشة كالوحش، كأوابد الوحش، يعني كالسباع كالذئاب والنمور والأسود ونحوها. قال فما ند من هذه فاصنعوا به كهذا، يعني صوب النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله هذا الصحابي، واعتبر هذا كأنه في حكم الصيد. الصيد الآن لا يأتيك إلى مكانك وتمسك به وتأخذه على هينة، الصيد تأخذه بطريقة معينة، إما أنك تضع له شراكا أو أنك ترميه فتصيبه. لكن هنا لا بد أن نتأكد من أمر، إذا أمسكناه وبه حياة فلا يكفي الرمي الذي رميناه به، لا بد حينئذ من أن نذبحه بالطريقة الشرعية إذا كان فيه حياة، لكن لو مات بسبب الرمي فهو حلال لنا، فهو حلال لنا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوسعته على هذه الأمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا حكم هذه الأمور، لأن هذا البعير لو ند وهرب ما استطاع أحد أن يمسك به، لكن عندما رماه هذا صوب النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاده وقبل منه، وقال أيضا ليس الحكم خاصا بهذا البعير، بل كل ما كان من هذه المواشي إذا توحش وهرب ولم تستطيعوا الإمساك به إلا بهذه الطريقة فارموه، فافعلوا به، اصنعوا به كذلك. فهذا دليل على أن هذه الأشياء التي تذبح بالعادة، الإبل والبقر والغنم ونحوها، هذه إذا توحشت وهربت ونفرت ولم نستطع الإمساك بها أنه يصنع بها كما يصنع بالصيد. نعم. قال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم، المعنى واحد، حدثاهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. هذا تأكيد لما تقدم من الذبح، من حكم الذبح بالمروة، هذا الحجر الحاد إذا كسر فبدا له طرف حاد يجوز أن يذبح به عند الحاجة، لأن العبرة ليست بالوسيلة، وهذه قاعدة عند العلماء، الوسائل تابعة، العبرة ما هي؟ العبرة أن تذبحه، أن تقطع العنق وأن تسيل الدم، ما أنهر الدم، يعني ما أسال الدم، قطع العروق وأسال الدم وذكرت عليه اسم الله فكل، هذا لا يشترط،
وهذا من التوسعة التي جاءت في شريعتنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، ويضع عنهم إصرهم. الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال التي كانت على من سبقنا. لا، عندنا المسألة فيها توسعة، إن وجدنا السكين ذبحنا بها، إن لم نجد السكين نذبح بأي شيء يؤدي ما تؤديه السكين نذبح به، لكن بشرط أن نستعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرن، أعجل يعني اقطع، بحيث يسيل الدم وتقطع العروق هذه، هذا كاف في حل هذه الذبيحة. نعم، فهذا كان في البرية فوجد أرنبين فاصطادهما ولم يجد ما يذبحهما به غير مروة حادة حجر فذبحهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له حل أكلهما. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت ولم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهرق دمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. نعم، هذا يؤكد المعنى هذا، أن الآلة الحادة هذه لا تقتصر على السكين، كل شيء حاد يؤدي هذا الغرض ينحر به أو يذبح به هذا يؤدي ما تؤديه السكين. هذا الرجل كان يرعى لقحة، لقحة هي الناقة التي فيها در حليب، كان يرعاها في بعض شعاب جبل أحد في المدينة، فجاءها الموت لسبب من الأسباب، إما لأنها تردت أو أكلت شيئا أو اختنقت، فأراد أن يدرك الذكاة فيها ولم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا. الوتد ما هو؟ كلنا نعرف الأوتاد هذه التي توضع في الأرض، وفي ذلك الزمان ما كانت عندهم هذه الأوتاد الحديدية وكذا، وتد من الخشب لكنه يقطع بطريقة معينة حتى يصبح طرفه حادا، فتناوله ليدرك الذبح فيها، فوجأ به في لبتها يعني في مكان النحر، فسال دمها ولم يستعجل في أكلها، وذهب سأل النبي عليه الصلاة والسلام فبين له حل أكلها، حل أكلها. إذن تقدم معنا الذبح بالمدى، الذبح بالأحجار، الذبح بشق العصا، الذبح بهذا الوتد الحاد وهو عود، فكل هذا يجوز أن يكون آلة للذبح بشرط أن يتحقق به المقصود من قطع الأوداج وإسالة الدم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. نعم، هذا أيضا تأكيد لما تقدم، وكان الراوي هذا الذي روى هذا الحديث هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم، وهذا عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي الكريم المشهور الذي يضرب به المثل في الكرم، هذا عدي ابنه، ولم يسلم إلا متأخرا، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب له الخير والهداية والقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، والناس كانوا يفعلون أشياء في حياتهم العامة وقد لا يتبينون حكمها،
لكن ورع الإنسان ومخافته من الله تبارك وتعالى تدفعه للسؤال. وهذا عدي كان سيدا في قومه، ثم بعد ذلك أراد الله له الإسلام، وهو الذي جادل النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون يعبدونهم من دون الله. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن هؤلاء أهل الكتاب، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعدي استغرب من هذا، عدي كان نصرانيا قبل أن يسلم، قال: يا رسول الله ما عبدناهم، كيف يقول الله تبارك وتعالى إننا عبدنا الأحبار والرهبان، ما عبدناهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أمرا في غاية الأهمية، أزال به الإشكال عنه، وهو في الوقت ذاته تبصرة لكل إنسان مسلم في كل وقت. العبادة ليست هي الركوع والسجود فقط، ركوع والسجود من أجل مظاهر العبادة، لكن هنالك كما قلنا في بداية الدرس شرك الطاعة، شرك الطاعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. أيوة هذه نعم. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، يعني ليس بالضرورة أنكم تنصبونهم أصناما تركعون وتسجدون لها، لكن هذه، وهذا يدلك على مفهوم الطاعة ومفهوم العبادة في الإسلام. العبادة في الإسلام هي الحياة، هي ما خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام في الآية معروفة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل هذه الحياة بكل ما فيها هي لله سبحانه وتعالى، فيجب أن يتوخى الإنسان طاعة الله في كل ما يأتي وكل ما يذر. هذا عدي يقول: يا رسول الله، الواحد قد يكون في البرية ليس معه سكين، فهل يذبح بالمروة، يقطع العنق بهذه المروة، أو بشق العصا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له حل ذلك. كل شيء يؤدي إلى إسالة الدم وقطع هذه العروق الأوداج حتى يخرج هذا الدم، إذا ذكر اسم الله عليه فهو حلال، فهو حلال. لكن نقول أيضا بالنسبة للصيد، كما ذكرنا في قضية الأوابد البعير الذي ند، أن الصيد إذا رماه الإنسان يسمي عند الرمي، فإن أدركه حيا ذبحه، وإن أدركه وقد مات فهو حلال بالتسمية، لا يشترط فيه أن يذكيه ما دام أنه قد مات قبل أن يدرك فيه الذكاء. نعم. باب ما جاء في ذبيحة المتردية. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أبو داود: ولا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش. نعم، هذا الحديث الذي يرويه أبو العشراء حديث مشكل، فإن هذا الراوي مجهول عند المحدثين، وليس له رواية كما يقول الميموني إلا هذا الحديث، ما عنده أحاديث كثيرة، فهو مجهول ولا يعرف له إلا هذا الحديث. وهذا الحديث فيه إشكال، لأنه يعارض ما تقدم وما ثبت واستقر من طريقة الذبح التي بيّنتها لنا الشريعة، بيّنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، والتي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح
ونحر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الحديث ظاهره يدل على أنه لو طعنها حتى في أي جزء من بدنها فذبحها بذلك أنها حلال، وهذا فيه إشكال لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تدل على أن الذبح له شروط وله مكان، فلا يجزي عنه أن يكون ذلك. لكن على فرض صحته كما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله أن هذا محمول على المتردية أو على التي شردت الأوابد هذه، كما كان الحال في البعير الذي ندى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه فرماه رجل بسهم فحبسه، فإذا كان الحال كذلك فأصابه السهم هذه فطعنه في فخذه أو في أي شيء من بدنه فقتله إذا كان هاربا أو نحو ذلك فلا بأس. يعني هذا على فرض صحة الحديث، لكن الحديث ضعيف عند عامة علماء الحديث للسبب الذي ذكرناه، هو أنه معارض للأحاديث الصحيحة الثابتة التي تبين كيفية الذبح ومكانه، وأيضا هذا الذي يرويه مجهول العدالة ولا يعرف له روايات في الحديث غير هذا الحديث. فسواء رددنا هذا الحديث لأن راويه ضعيف أو قبلناه فإنا لا نقبله في الذبح المعتاد، إنما نقبله في الذبح الذي يكون للضرورة كما في الإبل ونحوها التي تتوحش ولا نستطيع الإمساك بها فتطعن أو تضرب في أي مكان يؤدي إلى الإمساك بها، فلو ماتت حتى ولو كان الطعن في بعض أجزاء جسدها في غير المكان المخصص للذبح فإن هذا يحلها، وأما ما عدا ذلك فلا يحل إلا بالذبح في المكان الذي حدد للذبح كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب في المبالغة في الذبح. حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد بن عيسى وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. هذه شريطة الشيطان ذبيحة من الذبائح التي نهت عنها الشريعة، يعني أنها لا يجوز أكلها كما تقدم معنا في معاقرة الأعراب، هذه التي يقصد بها المفاخرة والتباهي، وهذا يذبح وهذا يذبح حتى يتفوق على منافسه بكثرة ذبحه وثباته وأنه يملك أكثر مما يملكه خصمه ويقدر على ما لا يقدر عليه، فهذه أيضا شريطة الشيطان. كيف شريطة الشيطان؟ يعني الشيطان هو الذي ذبحها؟ لا، هذه نسبت للشيطان في الحديث لبيان للتنفير منها وتكريه المسلمين فيها. كيف شريطة الشيطان؟ لأن هذا الفعل الذي فعل بها يحبه الشيطان، هذه لم تذبح الذبح الشرعي وإنما قطعت بعض أجزاء مكان الذبح فيها وتركت تنزف حتى تموت، فهي ميتة أو موقوذة لا تحل، لا يحل أكلها. شريطة الشيطان يعني قطع بعض مكان الذبح وترك حتى تموت، حتى ينزف الدم ويخرج تموت بدون أن تقطع الأوداج كاملة وهي العروق التي يجري فيها الدم حتى يسيل الدم سريعا.
فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. هذه تسمى شريطة الشيطان، نسبة إلى أن الشيطان يحب هذا العمل، وأن هذا العمل يؤدي إلى أن تموت على غير الطريقة التي بيّنتها الشريعة، فهي مما يحبه الشيطان، سميت شريطة الشيطان بهذا الوضع. فلذلك لا بد عند الذبح من المبالغة، يعني من الحرص على قطع المكان بالكلية حتى يسيل الدم، حتى يصبح الذبح شرعيا. ولذلك قال المبالغة في الذبح، المبالغة في الذبح يعني لا تقطع قطعا يسيرا وتترك الباقي، بل لا بد من المبالغة أن تأتي على المكان كله حتى يخرج الدم من هذا المكان. والحقيقة أن موضوع الذبح في الشريعة الذي هو سبب الحل مع التسمية، أن هذا الأمر لمصلحة الخلق، هو التزام بما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الذبائح، لكن هو لمصلحة الخلق، لأن الدم هذا يحمل المواد الضارة كما يقولون، الجراثيم والميكروبات موجودة في الدم، فعندما تموت هذه الذبيحة تخنق أو توقذ أو لا تقطع القطع الشرعي، يبقى الدم في جسدها فيتضرر الآكل به. فالله سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيئا فيه مصلحة لنا، الذي حرمه علينا فيه مضر لنا. فهذه مسألة الذبح لا بد من الحرص عليها، لأن خروج الدم بهذه الصورة فيه تطيب للحم وفيه إخراج للأشياء الضارة الموجودة في بدن هذه الذبيحة. من ناحية أخرى أيضا هذا فيه إراحة للذبيحة كما ذكرنا في الدرس الماضي، يعني القطع السريع هذا مع قطع هذه الأماكن هذا فيه إراحة للذبيحة، وهذا ما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أقطع قطعا سريعا في هذا المكان حتى تستريح الذبيحة. لكن لو كانت السكين أو الآلة هذه كالة وظل يقطع ويردد تتعذب هذه الذبيحة ولا تستريح، أو لو أنه قتلها بطريقة أخرى كأن ضربها في رأسها أو وجأها في مكان آخر، هذه قد تظل فترة حتى تموت بسبب هذه الضربة أو بسبب هذا الفعل، فإراحتها بسرعة قطع عنقها وأوداجها حتى يسيل دمها وتخرج هذه المواد الضارة وتستريحها ويستفيد الإنسان الآكل. ما ورد في نهاية الحديث في هذا قالوا إدراج، قالوا هذا من الراوي من عيسى ابن عيسى هو الذي ذكر العبارة. زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، يعني هذا تفسير من الراوي، الراوي فسر شريطة الشيطان بأنها هي التي يقطع جلدها ولا تفرى الأوداج، يعني هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو تفسير من الراوي ابن عيسى فيما ذكره ابن عيسى. لكن لو كان هذا الأمر لا يعلم عند الناس، يعني لو كان هذا الأمر غير معلوم لوجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه للناس، لكن هو أحال على ما يعرفه الناس، شريطة الشيطان يعني الناس يعرفون هذا الموضوع أنها هي التي لا تذبح وإنما تقطع قطعا يسيرا وتترك حتى ينزف الدم ويخرج، هذه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. وهذا قال هذا من الراوي من ابن عيسى هو تفسير لشريطة الشيطان. نعم. باب ما جاء في زكاة الجنين. حدثنا القعنبي قال أخبرنا ابن المبارك حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة
فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. اقرأ الحديث اللي بعده. استمر. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن رهاويه قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم، الجنين المقصود به ما كان في بطن الحيوان، هنا ما كان في بطن الحيوان، قد يكون في بطن الأنثى جنين كبر وأوشك ربما على الولادة أو قبلها، فهذا هل يؤكل أو لا يؤكل؟ قد يسأل بعض الناس، وربما يحتاج الناس إلى أكله في بعض الأحوال للحاجة للجوع، هل يؤكل هذا أو لا يؤكل؟ لكن إذا قلنا إنه يؤكل، قد يرد سؤال: هذا لم يذبح، الذبح كان لأمه وهذا لم يذبح، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل يؤكل هذا الجنين أو لا يؤكل، كما في الحديث هذا وفي حديث جابر الذي قال: ذكاته ذكاة أمه، يعني إذا ذبحت الأم فهذا يعتبر كأنه ذبح لما في بطنها. لكن لاحظوا أيها الإخوة عبارة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أوجب على الناس أكله ولا قال لا ترموه لا تتلفوه، قال: كلوه إن شئتم، كلوه إن شئتم، لأن بعض الناس قد يستقذر أو يتأفف أو يأنف من أن يأكل هذا الجنين، إن أكله فهو حلال. قوله عليه الصلاة والسلام إن شئتم، هذا دليل على الإباحة، يعني إن شئتم فكلوه وإن لم تشاءوا فلا تأكلوه، والتسوية بين الأمرين دليل على الإباحة، ليس بواجب ولا مندوب ولا مكروه، فهو مباح. إن شئتم أن تأكلوه فكلوه، ولا تتحرجوا فتقولوا إنه لم يذبح، لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه ذكاة له، فكلوه إن شئتم، حتى يكون ذلك مراعاة لمشاعر من يأنف من أكل هذه الأجنة التي في بطون الأمهات، لأنه قد يأنف منها بعض الناس ويتقزز منها، فلذلك قالوا كلوه إن شئتم، إن قدرتم ورغبتم أن تأكلوه فكلوه، وإن لم تشاءوا فلا حرج عليكم في أن تلقوه. نعم، نتوقف هنا ونختم بما بدأنا به من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يعز دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد.